السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عايز اخفي او اظهر بعض العناصر، هايد لبعض العناصر. هروح هنا ل 3D Object، واي عنصر انا عايز اخفيه اقدر ان انا اشيل بس علامة الصح من هنا، يبدأ ان هو يختفي معايا. طيب ممكن تعمل سيلكت مثلا على عنصر معين، على حيطة معينة مثلا، وتشيل علامة الصح من عليها، تبدأ انها تختفي. فاي جزء ممكن اجي هنا وراح قايل له اخفي لي الروف مثلا بالشكل ده، اخفي لي الحائط دوت، مجموعة الحواجز كلها اهو، يختفي كلهم مرة واحدة. طيب عايز اظهرهم تاني، اعمل علامة الصح بالشكل دوت، او تعالى فوق خالص وابدأ ان انا اخفي واظهرهم مرة تانية، يبقى كلهم ظهروا معايا. طيب لو ماليش 3D Object اروح للويندوز والاقي هنا 3D Object، اقدر ان انا افعلها من هنا وتبدأ انها تظهر معايا كلهم، تقدر ان انت تخفيهم وتظهرهم بالشكل دوت. وممكن اعلم على جزء معين وليكن مثلا الروت دوت، الجزء ده، وادوس رايت كليك هنا واروح على فلتر واقول له هاي سيلكت، يخفي لي الجزء دوت. او ممكن تعمل سيلكت وتقول له فلتر العكس بقى، ايزوليت سيلكت، يخفي لي كل حاجه ما عدا الجزء اللي انا عامل عليه سيلكت. عايز اظهرهم كلهم بقى، ممكن ادوس هنا رايت كليك واقول له انا عايز فلتر، واقول له شو اقول، يبدأ كل حاجة تظهر زي ما كانت.